طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نحل المسألة الثالثة. لو عندك أي حاجة قول لنا في الشات. طيب واستجيب معنا بردودك. المسألة الثالثة بتقول لك إيه؟ Predict the chemical shift. يبقى واضح إن إحنا المرة دي هنركز على الكيميكال شيفت. قول لي الكيميكال شيفت بتاع إيه؟ طب السؤال بتاع إيه؟ إيه اللي أنت شايفه فيه؟ ايه يا شباب؟ بيقول لي معلش الشاشة عندي طب. نرجع تاني نسجل. ايه عندنا بيقول لي بريدكت ذا كيميكال شيفت اوف بنزين. ده سؤال تافه طبعا. البنزين فين يا شباب؟ الكيميكال شيفت بارت بير مليون. ما خلصناش من سايبها لكم 20 اخر واحد تفكروا تقريبا 7 يعني 7 بنقول من 6 ونص لغايه 9 لغايه 9 ممكن يبقى غلط. طب اللي بعده السايكلوهيكسان. السايكلوهيكسان زي الهيكس ال CH2 بتاعتهم كلهم زي بعض. منطقه ايه طبيعيه فين؟ منطقه الطبيعيه بتاعت الاركان عند كام؟ نص الواحد ونص شطرين. وهي طول ما هي الكان كده يعني تلاقيها تحت عند واحد. طيب سي بيقول لي بقى هنا CH3O CH2 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 Cl. اول سؤال لازم تسأل نفسك قبل ما تقول لي الكيميكال شيفت، تقول لي مين ايكوفلنت مين لا ايكوفلنت. عندي كام بيك هنا بمعنى صح في المركب سي؟ عندي كام بيك يا شباب؟ كام بروتون بيك؟ ناس نايمه ولا ايه؟ 4. تمام. طيب الاولانيه عباره عن 3 بروتون، الثانيه 2، الثالثه 2، الرابعه 2. طيب الكيميكال شيفت قول لي الاول يظهروا فين وترتيبهم ايه مثلا؟ مين اقرب واحده للتترا ميثايل سيلين؟ اقرب واحده للتترا ميثايل سيلين ان هي هنقول مثلا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ انا هوردلهم كده الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ مين الاقرب؟ الثالثه. ليه الثالثه قلت عليها؟ لان جنبها من هنا سي اتش 2 ومن هنا سي اتش 2. تتوقع طب الثالثه دي تظهر فين؟ الكيميكال شيفت بتاعها عند كام؟ دي من هنا الكان ومن هنا الكان، يبقى من نص الواحد ونص، ونتيجه للسي ال اللي هنا والاو اتوقع انها هتجيب اخر الايه؟ اخر الواحد ونص او حاجه بسيطه تلمس الواحد ونص، صح كده؟ تمام. طيب بالنسبه للباقيين بقى، مين اكتر واحده هتبقى شيفتد؟ الاولى عشان متصله بالاكسجين، ولا الثانيه برضو متصله بالاكسجين، ولا الاخيره متصله بالكلورين؟ في ناس هتقول مثلا اللي جنب الكلورين. اللي جنب الكلورين ماشي، تبقى تزيحها اكتر عشان الكلورين مو الكترونيجاتيف عن الاكسجين. ماشي. طيب بالنسبه للي جنب الاكسجين التانيين، بس الفرق مش هيبقى كبير يعني، هيبقى المكان بتاعهم من 3 لكام؟ لاربعه. ممكن بتاعت السي اللي تبقى اعلى شويه. طب السي اتش 3 والسي اتش 2 مين اللي اعلى منهم؟ يعني مين اللي اقرب للتي ام اس؟ اللي اقرب للتي ام اس مين يا شباب؟ مين اللي اقرب للتي ام اس؟ السي اتش 3 ولا السي اتش 2؟ السي اتش 3، لان السي اتش 2 هتبقى جنبها هنا في سي ال واصل لها هنا ممكن شويه، والاكسجين غير كده ان السي اتش 2 اعلى دايما من السي اتش 3 اذا تساوى. فدي متصله بالاكسجين. دي ودي هيبقوا عامه من 3 ونص ل 4. تمام؟ السي اتش 2 والسي اتش 3. ممكن تبقى السي اتش 2 عند مثلا 3.9، السي اتش 3 عند 3.7 مثلا. او دي مثلا 4.1 ماكسيموم، ودي 3.9 مثلا، سي او 3.8. طيب السي اتش 2 دي ممكن تبقى اعلى منهم بحاجه بسيطه. خلاص كده؟ طب بالمره بقى نقول السبليتنج دي تظهر ايه؟ السي اتش 3. الناس تصحى وتكتب بسرعه سي اتش 3 تظهر ايه؟ سنجل. تمام. والسي اتش 2 دي اللي بعديها وانت مغمض اهي على راي سعيد صالح، وانا مغمض اقدر اعرفها. تمام.
Tazare terrible. Tabo CH2 دي دي جنبها من هنا اثنين جنبها من هنا اثنين دي غير دي يبقى 2 زائد 1 في 2 زائد 1 يبقى 3 في 3 اوبا ده مالتي 9 سوري 3 في 3 ب 9 لا مش بنت بنت ده اقل حاجه الكلام بتاعك حلو اهداء دي لو اعتبرت ان دي ودي زي بعض يبقى 2 زائد 2 زائد 1 ده اقل حاجه وده مش صحيح هو لو بصيت في جهاز اقوى شويه هيقول لك ان دي غير دي دي غير دي يبقى بالتالي 2 زائد 1 ومن هنا 2 زائد 1 يبقى بنتكلم على 3 في 3 انت بتتكلمي على مالتي طيب سي اتش 2 اللي بعديها تظهر ايه تريبل تمام بدانا نعرف كمان السبليتنج طب ناخد بدل ما ناخد دي مثلا دي السي اتش 3 دي والسي اتش 2 مين زي بعض كم بيك كم بيك في دي كم بيك يا شباب ثلاثة شاطرين كل بيك بتظهر فين مين اللي موست شيلدد هنتعلم بقى كلمة شيلدد ودي شيلدد مين اللي شيلدد ومين اللي دي شيلدد هلا قلنا دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثة مين اللي شيلدد الاولى ولا الثانية ولا الثالثة بيك الاولى ولا بيك الثانية ولا بيك الثالثة مين اللي شيلدد اكتر اكتر واحدة الاولى طبعا يليها الثانية ويليها مين السي اتش طب نشوف اول واحدة السي اتش 3 دي بتظهر عند كام سي اتش 3 دي تظهر عند كام يعني الناس مش بتكتب نقفل المحاضرة نقفل التوتوريال احنا كل ده بنحل الناس متابعة الحل ولا لا السي اتش 3 دي تظهر عند كام خلاص الم المحاضرة وروح يا شباب الناس ما فطرتش ولا ايه السي اتش 3 دي تظهر عند كام شكلنا نمنا شو معايا ولا نايمين سي اتش 3 دي تظهر عند كام ناس سامعيني معانا الناس كده ربنا يكون في عون زوم يا شباب تمام انتوا عارفين زوم ارتفع راس ماله من 16 مليار ل 40 مليار خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول ماشي دولار طبعا نرجع تاني طيب السي اتش 3 ولا السي اتش 2 ولا السي اتش قلنا السي اتش 3 هي اللي نص شيلدد يبقى بتظهر عند كام السي اتش 3 يا شباب معلش يا شباب الزوم بيقطع مش مستحمل كده سامعيني تمام طيب نحاول ندخل في المحاضره على طول السي اتش 3 اللي هو بتاع دي بيطلع عند كام ده شيلدد ولا دي شيلدد شيلدد بيطلع عند كام اتوقع السي اتش 3 تطلع عند كام لازم تزود قدراتك على الكيميكال شيفت بريدكشن هتطلع عند نص لواحد ونص الناس متابعه معايا نص لواحد ونص طب السي اتش 2 دي تطلع عند كام بقى السي اتش 2 دي
خلي بالك تمام شاطرين معايا رحاب قال الاس اتش 3 عند نص واحد ونص لكن السي اتش 2 دي من هنا كربون اس بي 2 سوري اس بي ومن هنا كربون ايه اس بي 3 طيب الاس بي او اس بي 2 قلنا ياخد السي اتش 2 يوديها فين يوديها فين يا شباب يزودها كام بدل من نص واحد ونص تحصل لها شيفت لغايه كام الناس نايم ايوه يا شباب شكل الزوم جاب اخره ولا ايه النهارده ما اعرفش حرف الشين ده واحد ماشي ما انا مش عارض الصوره نكمل ولا نكمل يوم تاني بكره مثلا ايه رايكم نكمل حرف ولا يكفي على كده نكمل ماشي ماشي نكمل اوكي طيب لما نمسك السي اتش 3 قلنا هتظهر هو دلوقتي اتظبط عند نص الواحد ونص سي اتش 2 عشان متصله باس بي كاربون او اس بي 2 يبقى ممكن توصل لغايه 2.5 طيب الاتش اللي على كربون اس بي من حظها برضو انه عند 2.5 تمام يبقى بس طبعا هتبقى دي شلت شويه عن السي اتش 2 تمام يا شباب يبقى ده المكان نيجي للي بعد اي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 اول سؤال لازم ما دام بصيت على ستراكشر اول سؤال لازم اسال نفسي ايه انا عندي كام بي كام بيك يا شباب نكتب بقى 3 السي اتش 3 دي غير دي غير دي يبقى 3 بيكس الاولانيه كمان انا هقول لك دي تظهر تريبلت ودي كورتت ودي سنجلت احنا بقينا شاطرين اهو طيب المكان بقى المكان بقى يظهر فين واحد مارينا بتقول الاتش اللي على الكربونه مش من 5 ل 6 لا يا مارينا دي اس ده دي الكاين الالكاين من 2.5 حوالين 2.5 كده 3.5 ماكس من 2.5 ل 3 تمام اللي هي بتاع الالكاين نرجع تاني للاي الاي السي اتش 3 البعيده دي هتبقى في مكانها من نص ل 1.5 تمام طب السي اتش 2 والسي اتش 3 الاثنين دول جنبهم كربون اس بي 2 يبقى توصل لغايه 2.5 طبعا دي هتبقى ابعد سن عندي والسبليتنج انت عرفته نيجي للي بعده يا شباب طب ما ناخد واحد بعيد بقى شويه ناخد المثال جي جي هل جي الاول يا شباب ايه اخبار جي معاكم عندي كام بيك الاول الاتش دي زي الاتش دي الاول ولا مختلفين جي الاتش دي زي دي ولا لا سيميلر اور ديفرنت زيها تمام تمام زي بعض ليه لان المركب سيمتريكال يا شباب مختلفين ليه اهدا الاثنين على نفس الكربونه كده والدبل بوند الاثنين دول النصين دول زي بعض الاثنين دول زي بعض يبقى الاثنين دول اكيد زي بعض تمام يبقى الاثنين دول زي بعض اوكي امتى يبقوا مختلفين لما الاقي النصين دول مختلفين طيب ما دام دول زي بعض السي اتش 2 دي زي مين سي اتش 2 دي الله ينور عليك والسي اتش 2 دي زي مين زي دي سي اتش 2 ده مش ارمات والسي اتش 2 مختلف هنا تمام يا شباب وهكذا anyway انا هنا عايز اعرف المكان الالفاتك دول كلهم يظهروا من فين لغايه هنا اهو دي ودي ودي من نص لكام لواحد ونص طيب دول عشان سي اتش 2 سي اتش 2 الاربعه دول اللي هم زي بعض الاربعه بروتونز متصلين باس بي 2 كاربون يبقى يوصلوا من لغايه كام دول الاربعه دول الاس بي 2 تاخدهم لغايه كام
الناس نامت ولا ايه؟ اه الاثنين ونص وزيهم دول طبعا. طيب ناخد ال جي اللي فوقيه عندي كام بيك هنا؟ في اتش اهي بتاعت الالدهيد بتظهر عند كام الاتش بتاعت الالدهيد؟ صح صح كده. حد فاكر؟ ايوه دي مميزه من 9 ل 10 والباقيين دول هيظهروا فين يا شباب؟ من 6 ل 9 تمام؟ طيب ناخد سوري الاندين اللي هو رقم كي. الاندين في كام بيك الاندين؟ مين شروق بتقول ازاي 2 ونص؟ مين ال 2 ونص يا شروق؟ دول مش الكين يا شروق اللي على الجي؟ الاندين اللي هو كي. بص على كي كده كام بيك في كي وفصص لي الاروماتيك يا شطور. المركب ده فيه كام بيك؟ حد يعرف؟ ويظهر ازاي ده؟ كام بيك الالفاتك فيهم كام بيك الاول؟ الجزء الالفاتك ده فيه كام بيك بتاع الاندين؟ ناخدهم واحده واحده. كام بيك في الاندين؟ اتنين بيك. الالكين؟ لا يا شروق ارجع للارقام عشان تظبطيها. الالكين من 5 ل 6. مين اللي قال الصح؟ شاطر يا شروق. انا غلطت يا شباب. في الجي الالكين بيبقى من 5 ل 6 صح. انت صح. في المثال بتاع جي الاثنين اتش دول من 5 ل 6 صح صحتينه تمام. نرجع للاندين. الاندين لما نيجي نبص على الاندين هنلاقي الجزء الالفاتك السي اتش 2 دي والسي اتش 2 دي زي بعض، لكن دي مختلفه لان المركب سيمتريكال حوالين الجزئيه دي تمام. يبقى دي ودي يطلعوا مع بعض 4 بروتون، ودي طبعا ايه مختلف. دي تظهر هايلي شيلدد، يعني اكتر واحده شيلدد فيهم هتظهر عند كام؟ من نص لواحد، ممكن تبقى عند 1.5 تمام. لكن دي عشان متصله بالاروماتيك يبقى تظهر عند كام؟ 2.5. نيجي في الاروماتيك نفسه هنلاقي ان البروتون ده زي ده والبروتون ده زي ده، فدول 2 بروتون زي بعض ودول ايه 2 بروتون زي بعض. يبقى عندي كام بيك في الاروماتيك؟ كام بيك في الاروماتيك؟ 2 بيك. واحده فيها 2 بروتون والثانيه فيها 2 بروتون. هنسيب السبليتنج بتاعهم المره الجايه. المكان بتاعهم يبقى فين دول؟ من 6 ل 9، نقول من 6.5 ل 9 تمام. طيب نمسك اللي بعده عشان نظبط الغلطه اللي احنا غلطنا فيها. الاندين بقى، الاندين يا شباب اللي هو اتش ولا ال ولا كام ده؟ اوكي. الاندين في كام بيك الاندين؟ الاندين اللي بعده ده في كام بيك؟ اولا في الجزء اللي هو الفاتك او الكين هلاقي دي لوحدها بيك، دي لوحدها بيك، ودول ايه؟ ادي بيك كمان تمام كده. يبقى انا عندي ايه؟ عندي 1 2 3. والاروماتيك هل دي زي دي؟ لا. هل دي زي دي؟ لا. يبقى الاربعه كل بروتون لوحده مختلف، يبقى ده 4. وهنا كام؟ 3، يبقى دي 7 بيكس. ناخد المكان. اول واحده سي اتش 2 دي هتظهر عند كام الاول؟ سي اتش 2 دي مش فاهمه ليه سبعه زي ما بتقول. ناخد واحده واحده. هل الاتش دي زي دي يا زينه؟ الاتش دي زي دي؟ لا. يبقى دي ادي بيك وادي الثانيه. طيب هل دي زيهم؟ لا. يبقى دي 3 بيكس تمام. تيجي هنا اهو بقى، هل البروتون ده في حاجه زيه؟ يا زينه هتلاقي البروتون ده مفيش حاجه زيه، مش سيمتريك، مفيش حاجه سيمتريك. الناس معانا ولا نامت؟ يبقى ده غير ده غير ده غير ده، يبقى 4 بروتونز مختلفين. ادي 4 بيكس وادي 3 بيكس، يبقى انا عندي 7. وصلت؟ طيب نيجي للمكان بقى، الكيميكال شيفت اللي هو السؤال الاصلي ابروكسيمت. لو تلاحظ بيقول لك ابروكسيمت لان ده بريدكشن. دي السي اتش 2 دي تظهر فين؟
دي المفروض دي الكان بس متصله هنا بالاس بي 2 كربون وهنا اس بي 2 كربون. الناس معايا ولا الامور فصلت معاك؟ لو اس بي 2 من ناحيه واحده كانت توصلها ل 2.5، لكن انا من ناحيتين يبقى تظهر عند كام؟ عايز اعرف. حد يكتب؟ فنائمون انتم. في ناس قالت من 4 ل 6، وناس قالت 3.5، وناس قالت تعدي ل 2.5. كلام جميل. هي ممكن تعدي ال 2.5 بس تعديها بقد ايه؟ بنص ولا بربع؟ ممكن تجيب ال 3.5 زي ما قالت مارينا، ممكن تجيب الاربعه كمان زي ما قالت مروه، لكن لغايه 6 دي صعب قوي. يبقى من 3.5 ماشي 4. طيب السي اتش دي والسي اتش دي بتاعت الالكين اللي احنا غلطنا فيهم في جي، دي بتاعت الالكين بتظهر من كام؟ هتظهر هي اللي بعديها من 5 ل 6. تمام؟ طيب دي ولا دي تبقى شفت اكتر؟ نصح بقى شويه. السي اتش دي ولا دي؟ يعني مين اللي تبقى ناحيه التي ام اس ومين اللي تبقى ناحيه اعلى؟ من 5 ل 6 ماشي. احنا فاضل لنا 10 دقائق، احنا هنحل مساله ولا حاجه وخلاص لغايه ما الميتنج يخلص. دي ولا دي؟ هلاقي ان دي متصله باروماتيك رينج، يعني هتبقى تعمل لها دي شيلدنج اكتر من دي، فيبقى دي اللي مور دي شيلد عن ايه؟ عن الاخر. طيب بالنسبه للاروماتيك كلهم ايه؟ زي ما قلنا من 6 إلى 9. ندخل على مساله كده خفيفه. طبعا انت تبدا تحل الباقي، تبدا تتدرب، ولو شاطر وانتوا مجموعه مع بعض ممكن تبعتوا لبعض الحلول، بلا بلا بلا، تفكروا مع بعض. طيب ناخد المساله الثانيه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه يا شباب؟ بيقول لي مركب بسيط جدا C3H8O. يبقى اول حاجه انت ممكن تطبق الانسيتويشن اندكس. المركب ده فيه ايه؟ من سي 3 كام؟ الانسيتويشن اندكس بتاعه احسبه كام؟ صفر. تمام، شاطر يا مارينا. يبقى ما فيهوش دبل بوند ولا رينجز، لا دبل بوند ولا الرينج بواحد، دبل بوند بواحد، لا في ده ولا ده، هو صفر اصلا. طيب كام بيك موجوده؟ الله، اولا 1 2 3 3 بيكس، يبقى الثمانيه بروتون عباره عن 3 بيكس. طيب انا هنا الانتجريتور مرسوم بمسطره زرق زي ما انت شايف اهو. طيب دي ادي واحده، ادي الثانيه، وادي البيك الثالثه. لو انت عاوز اصل هو 8 بروتونز، بمجرد النظر تقدر تعرفها. ده قد ده صح؟ وده الباقي، يبقى كام لكام لكام؟ ها؟ انا شايفها بمجرد النظر ممكن تتجاب. حد جابها؟ نسبة 1، ده ناس جابت الحل اصلا، الى 1 الى الى ايه؟ الى 6. طيب لو انا ما اعرفش النسب، اقيس الطول بتاع من اول الخط هنا لغايه هنا اهو، واقيس هنا اهو، واقيس من اول هنا لغايه هنا اهو، اول ما اتكسر حصلت، واجمع الاجزاء دي بالطول واعمل الحركه اللي احنا عملناها في اول مساله. تمام؟ وزي ما انت شايف البروتون ده طالع عند 4، تمام؟ يبقى عليه اوكس، طالع عليه ايه؟ سبت 1 2 3، مكبره لي اهو 5 6 7، والثانيه اللي هي دي عامل لي شرطه ليها اهي، طالعه ايه؟ دبلت، ودي طالعه سنجلت. يبقى ايه ده؟ ايه مين ده؟ الدبلت 6 بروتون دبلت، يبقى جنبهم سي اتش، سي اتش طالعه سبت، يبقى جنبها 2 سي اتش 3، وفاضل لي او اتش. فاضل حاجه ثانيه من المركب؟ تافه صح؟ يلا لو ما عرفتوش حاول فيه ثاني يا شباب. طب ناخد اللي بعده عشان بس ايه؟ بيقول لي اللي بعده مسألة بسيطة، بيقول لي ايه؟ هو المركب الفورميولا بتاعته C10H12O2. ده السبيكترم بتاعه، ماله السبيكترم بتاعه يا عم الريس؟ قال لي والله، معلش انا ببعت لكم، قال لي المركب ده نتج من تفاعل التو في 9 ايثانول والاسيتيك اسيد. هو مش عارف البرودكت ده هيكون ايه، بس البرودكت قدامك السبيكترم بتاعه. طيب لما تبص في السبيكترم بتاع البرودكت، لما تبص في السبيكترم بتاع البرودكت هتلاقي ايه؟ بيقول لك كام بيك؟
اولا من الفورميولا C10H12O2 احسب الانسيتريشن اندكس يطلع كام. انسيتريشن اندكس ها 10 زائد 1 ناقص 12 على 2 يبقى 5. الله يبقى ده ممكن يكون ايه المركب ده اروماتيك. ايوه طبيعي في الفينايل و 5 الفينايل لوحدها تبقى مسؤوله عن كام من الخمسه يا شباب. الفينال رينج بتبقى مسؤوله عن اربعه يبقى فاضل واحده يبقى في دبل بوند زياده. يعني ايه دبل بوند زياده؟ دبل بوند ممكن تكون بين كربونتين او كربونيل. طيب نيجي تاني هنا. طيب انا عندي خمسه بروتون في الاروماتيك اهو شايفهم مالتيبلت كده مش قادر احددهم. الله ينور عليك. خمسه دول يعني مونو سبستيتيوتد وهو طبعا تو فينايل ايثانول يعني الفينايل هنا مونو سبستيتيوتد لان ال2 دي تقصد بيها الايثانول. الايثانول يعني سي فينايل ايثانول اللي هو ايه فينايل وبعد كده سي اتش2 سي اتش2 او اتش ده التو فينايل ايثانول اتفاعلته مع الاسيتيك اسيد فادي الخمسه بتاعت الفينايل. في حاجه تاني وهنا خلي بالك كاتب لي الانتجريشن عباره عن هو ايسو وكام يعني عشان يريحك. دي 5 الى 2 الى 2 الى 3 لما تيجي تجمعهم دول يطلعوا كام بروتون؟ 5 و2 7 و2 9 و3 12 وهم 12 بروتون. يبقى هو عطيلي على طول اما ريحني الراجل حسب لي الانتجريشن الاطوال وطلع لي على طول ايه عدد البروتون. ما اقعدش انا بقى احسب الراجل حاسبها لي 5 الى 2 الى 2 الى 3 مجموعهم 12 خلص تمام. طيب يعني دي 2 لما الاقي 2 بروتون دول ممكن يكونوا ايه سي اتش 3 مثلا؟ لا طبعا سي اتش 2 يبقى هنا سي اتش 2 وسي اتش 2 وهنا CH3 يبقى المركب فيه الفينايل CH2 CH2 وفي CH3 وهو كان بيقول انه فينايل ايثانول يعني فينايل CH2 CH2 OH. هل في OH عندك يا شباب؟ في OH ظهر عندك في السبيكترم؟ الناس نامت؟ لا خلاص يبقى الالكول اتفاعل مع الاسيتيك اسيد هيديك ايه يعني؟ هيديني ايه؟ الالكول لما اتفاعل مع الاسيتيك اسيد يديني استر. وفعلا ادي الفينايل اهي بتاعته وهنا السي اتش 2 السي اتش 2 وادي السي اتش 3. طيب السي اتش 3 لما جاب الاسيتيك اسيد هتظهر ايه؟ سنجل والسي اتش 2 سي اتش 2 تريبلت وتريبلت. ارسم الاستراكشر كده وتمزج وقول لي ليه ظهرت دي عند اربعه وليه دي ظهرت دي عند ثلاثه وليه دي ظهرت عند اثنين؟ بدا يتفتح شويه الامور. طبعا انا لغايه دلوقتي ما قلتلكش ازاي بتحل. انا بحل معاك بحاول اقلب في دماغك الافكار لكن انا بعد كده في طريقه سيستماتيك ازاي تمشي ازاي تسجل حلك ازاي تاخد ايه الحل خطوه خطوه تمام يا شباب. لكن على الاقل بدانا نبص على السبيكتروم اول سبيكتروم ده نطلع منه الاربع حاجات. اول حاجه انا عندي اربع بيكس يبقى اربع نان ايكوفالنت بروتونز. عندي فورمولا طلعت منها الانساتوريشن اندكس. عندي طلعت السبليتنج ادي دي سنجلت تريبلت تريبلت مالتيبلت. عرفت من المكان ان دي اروماتيك رينج. عرفت ان دي مونو سبستيتيوتد بلا بلا بلا. تمام نيجي الى ايه اللي بعد السؤال اللي بعده بقى بيديك استراكشر ويقول لك انت ايه سكتش او بريدكت ذا هول ثينج. انت هنا عايزك تتوقع كل حاجه السبليت كام بيك مكانهم فين اعمل ارسم السبيكترم بريدكت السبيكترم وارسمه على هيئه ايه اماكن. فانت بتكتب السبيكترم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا وتبدا تتوقع كم بيك وكل بيك فين وكل بيك تظهر السبليتنج بتاعك ازاي. تمام مارينا بتقول ازاي عرفت ان هم مونو سبستيتيوتد؟ ما هو 5 بروتون في الاروماتيك يبقى ايه يا مارينا؟ لما تكون رينج عليها 5 بروتون السادس هو السبستيتيوشن صح؟ يبقى مونو سبستيتيوت. لكن لو 4 هنعرف انها داي سبستيتيوت. لو 3 نعرف انها تراي سبستيتيوت. لو 2 نعرف انها ايه تترا سبستيتيوت وهكذا. يعني لو فاضل 5 بروتونز على الرينج تمام وهكذا. المره الجايه هنقول الاروماتيك بيحصل سبليتنج فيه ازاي.
يعني انا سايبه المره الجايه تمام. مثلا ناخد اي اي ده اي تتوقع هيظهر ازاي يا شباب؟ كم بيك الاول سي اتش 3 زي ايه؟ ادي بيك. كم بيك؟ ادي بيك ادي الثانيه. وفي الاروماتيك الاثنين دول بيك والاثنين دول بيك، يبقى ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه بيكس. تمام يا شباب؟ طيب السته دول يظهروا ايه؟ في منطقه نص الواحد ونص، ويظهروا ايه؟ دبلت. انا بتكلم على اي. السي اتش دي تظهر ايه؟ سبت. خلاص بقى الايزوبروبايل احنا بنعرفها كده واحنا مغمضين. وبتظهر عند كام؟ الله ده هنا اوكسجين، يبقى تظهر عند ايه؟ 3.5 ل 4. تمام. هنا الدبلت اوف دبلت وانت مغمض ليه كاركتر مشهور، سوري البارا ده سبستيتيوتد كده، تظهر دي دبلت اوف دبلت. هنقولها المره الجايه ان شاء الله ونتوسع اكتر واكتر المره الجايه. طبعا في اسئله محتاجه تفكير اكتر، يعني هنا مثلا اف في كام بيك؟ ادي دي بيك، ادي الثانيه، ادي الثالثه، وادي ايه؟ الرابعه. في اربعه بيكس صح كده؟ هل دي زي دي؟ لا. هل دي زي دي؟ لا برضه. وهكذا.